بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ مش عايز انكر ان الاربع 15/6/2022 هو يوم لطيف في النادي الاهلي، بداية من فيديو بيتسو موسيماني اللي تم رفعه على الصفحة الرسمية للنادي الاهلي على صفحات التواصل الاجتماعي وتحديدا على الفيسبوك. ليه الفيديو بتاع بيتسو موسيماني كويس؟ لاسباب كتيرة جدا. اولا، انهاء العلاقة بين الطرفين بشكل شيك بطريقة محترمة. تاني حاجة، نسف العديد من المؤامرات اللي كانت طالعة قبل الفيديو ده. تالت حاجة، مدى الاحترام اللي ظهر في كلام بيتسو موسيماني عن النادي الاهلي، حتى ولو احنا نظريا واخدين عن الراجل فكرة انه بيثبت اي حد، بس في بعض الاحيان حتى لو اللي قدامك بيثبتك وانت عارف انه بيثبتك فانت بتبقى مبسوط، لأن المرة دي وفي الحالة دي تثبيت بيتسو موسيماني لينا، إن كان تثبيت يعني، فهو مبهج جدا لأنه بيطفي نار إحنا في غنى عن إشعالها. أخيرا، بيتسو موسيماني في كل مرة بيبقى شاطر في إنه ما بيقفلش الباب وسايبه مفتوح، وقالها إلى أن نعود قريبا إن شاء الله. الراجل اتكلم بثناء كبير جدا على النادي الأهلي وإدارته وجمهوره، وكمان على الشهرة اللي اكتسبها من ورا النادي الأهلي، لدرجة إنه لما بيروح المغرب الأطفال الصغيرين بيقولوا له ازيك يا كوتش بيتسو، بقى معروف في كل حتة. الراجل قال إنه كمية الثناء والترحاب والجمال اللي خده في مصر ما نلهوش حتى في بلده جنوب أفريقيا. ولهذا الفيديو اللي اتعمل من بيتسو موسيماني على قناة النادي الأهلي أو على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الفيسبوك، هو بالنسبة لي كانت بداية مشرقة ليوم أهلاوي جميل. ده رقم واحد. ولهذا قبل أن أقفل النقطة، قبل أن أغلق تلك النقطة، لازم أقول لبيتسو موسيماني شكرا، شكرا جزيلا ومن القلب على كل ما مضى، وألا أن نلتقي. إلى أن نلتقي، إمتى، فين، إزاي، مش عارف، بس ستظل في مكانة تاريخية عندي شخصيا وعند جمهور النادي الأهلي. النقطة التانية اللي كانت مخلية اليوم حلو هو حالة الهدوء اللي حصلت بعد الفيديو ده. المسافة اللي ما بين الفيديو ده اللي طلع تقريبا الظهر وما بين المباراة اللي النادي الأهلي كان بيلعبها قدام إيسترن كومباني اللي كانت الساعة 9 بالليل، في حوالي 9 ساعات. الفيديو بتاع بيتسو موسيماني ده خلى الحالة دي أو ال9 ساعات دول رايقين، ما فيهمش توتر وعصبية. كان في سن التوتر، وهي إن النادي الأهلي تعرض لفكرة ان ما ينفعش اليو ديانج يلعب لانه من الدوليين، وكان الاتفاق ان الاهلي يلعب مباراته بدون الدوليين. ظهر العديد من التقارير والاقوال والكلام الكتير على ان الاجندة الدولية اوريدي انتهت يوم 14، فينفع اي حد من اللاعبين الدوليين يشارك في المباراة عادي لان المباراة يوم 15. ولكن كان في وجهة نظري انا الشخصية ان لو كان الاهلي مطلع ولو باللسان والبق ومش مكتوب اتفاق رجولة وشهامة مع ايسترن كومبن ان احنا نلعب المباراة بدون الدوليين، فنلعب المباراة بدون الدوليين حتى لو هنخسر اللقاء. وعشان كده في فئة ليست بالقليلة اتهمت ادارة النادي الاهلي او النادي الاهلي عموما يعني بانه جبان وانه خاف يشرك اليو ديانج احسن يكسب وبعد كده يتفتح باب جدل كبير. وانا شخصيا كنت موافق على قفل باب الجدل ده وموافق على انه ما يلعبش لاسباب كتيرة جدا، اولهم ان مع كامل الاحترام يعني لايسترن كومباني، اليو ديانج مش فارق قوي انه يلعب المباراه دي، مش تقليلا من اليو ديانج اطلاقا، لكنه لسهوله المباراه نسبيا. ولهذا كنت مبسوط انه ما دخلش قائمه المباراه، وانتهت الحمد لله بفوز الاهلي وهنقفل القصه دي. نوصل بقى لغايه ما جينا الساعه 9، الاهلي بيلعب مع ايسترن كومباني والجميع في انتظار المباراه الاولى الرسميه لسامي قمصان بعد رحيل بيتسو موسيماني، لان المباراه الاولانيه اللي كانت في الكاس ما كانش رحل بيتسو موسيماني بشكل رسمي. النهارده او امبارح او زي ما انت هتشوف الفيديو مش عارف امتى، سامي قمصان لعب السهل اللي الناس تحبه، السهل قوي. انت بتحب تلعب فين؟ مش ده مكانك؟ العب هنا من غير فتي ولا تأليف، وكانت كورته هجوميه. ابتدينا اللقاء بشويه قلق يعني، ما كناش واثقين في نفسنا قوي، الى ان اتى الفرج. وانا كنت بهزر مع الناس وبقول لهم ان سيناريو الكوره بيقول ان الهدف الاولاني او في المباراه دي حسين الشحات لازم يسجل لانه فرقته القديمه، ويعتذر ويرفض انه يحتفل. وقد كان،
الهدف الاول للنادي الاهلي بيحرزه حسين الشحات ويرفض الاحتفال، ثم ضربه جزاء بيتسبب فيها محمود وحيد ويسجلها طاهر محمد طاهر بمنتهى القوه بمنتهى التركيز، حلوه جدا. وبالمناسبه بعيدا عن التلقيح والترقيع والتريقه اللي على طاهر محمد طاهر، بقى له ماتشين كويس من ساعه مباراه الوداد في المغرب. نتكلم كمان على فكره المكاسب اللي جت للنادي الاهلي من ورا اللقاء ده. ابرزهم هو مصطفى شوبير، وهنا لازم الناس تبدا تتكلم عن مصطفى شوبير بشكل مختلف. فكره ان ابوه احمد شوبير دي هتفضل عائق على كتفه كتير قوي، وحظ الولد الوحش حاجتين، ان احمد شوبير رغم انه الاعلامي رقم واحد في مصر على سنوات كتيره، الا انه عنده قدر لا باس به من العداوات او الاختلافات والخلافات مع الاشخاص، فسيظل مصطفى شوبير يدفع ضرائب تلك الخلافات الى مدى بعيد. النقطه الثانيه المهمه والباد لك فيها لمصطفى شوبير هو ان اللي قبله في النادي الاهلي كانوا لاعبين ابناء لاعبين سابقين، يعني احمد عادل عبد المنعم كان والده عادل عبد المنعم كان لاعب سابق، ولم يكن احمد عادل عبد المنعم بتلك القوه في هذا المركز. ثم شريف اكرامي اللي دائما ما يثير الجدل، دائما مستواه الفني ليس على قدر مستواه الثقافي او على قدر مستواه في الكتابه او الحديث، ولهذا هيفضل مصطفى شوبير يعاني من تلك النقطة، هيفضل مصطفى شوبير يعاني من فكرة إن أنت أبناء عاملين أو إنك زيك زي اللي قبلك أو إنك شريف إكرامي جديد أو 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 أو. ولما تيجي تقول للناس الولد مبشر وعقليته مختلفة هيقول لك خدنا إن اللي عقليته مختلفة. يعني مع ربط الأمثلة بإن شريف إكرامي عقليته مختلفة، مع كامل احترامي للجميع هو شريف فعلا عقليته مختلفة، لكن بنتكلم على المستوى الفني. المستوى الفني اللي شفناه من مصطفى شوبير في مباراة الكاس اللي سهلة نسبيا قدام المصري بالسلوم، ثم المباراه الاكثر صعوبه بدرجه ما قدام ايسترن كومباني، تخليني اقول ان مصطفى شوبير حط رجله على الطريق الصح، وعقليته دي واسلوبه ده وهدوءه ده وشخصيته دي تقول انه هيجي منه لو استمر وركز. وواضح ان الولد بسم الله ما شاء الله عليه مركز، ردود فعل ممتازه. في اخطاء طبعا، في اخطاء طبعا، في اخطاء. رهبه اللعب في النادي الاهلي مرعبه، مباراته الثانية في تاريخه في الدوري مع الأهلي، ومباراته الأولى مع الأهلي في الدوري كانت السنة اللي فاتت قدام أسوان في آخر مباراة في الدوري. فإحنا هنا كان الدوري محسوم كمان، كان خلصان، وكنا خسرانينه مش كسبانينه يعني. فبنتكلم على فكرة إن مصطفى شوبير فنيا بسم الله ما شاء الله عليه ممتاز، ومن أكبر مكاسب المباراة. فبالتوفيق لمصطفى شوبير، وبالمناسبة يعني في إنقاذ عمله مصطفى شوبير تاريخي اللي هو عمله على مرتين. شال الكوره من المقص، فكرتني بالظبط بالظبط ما تزعلوش يعني، بنفس الصده اللي صدها شريف اكرامي من محمود فتح الله في مباراه اهلي وزمالك من تحت المقص بالظبط. شريف عملها بالعكسيه وطلعها، مصطفى طلعها نزلت في الملعب، لعيب شاطها عمل الريباوند، مصطفى شوبير عمل ريفلكس ممتاز، ثم ترجع للاعب ويحطها تدخل جول، ولكن ربك بيكافئ مصطفى انها ما تتحسبش جول وتطلع تسلل لانه تعب واستهل. دي من اكبر مكاسب المباراه. في حاجات تانية كتير الاهلي كسبها من المباراه دي، عوده محمود متولي، عوده بدر بانون، احمد كوكا، احمد نبيل كوكا جميل جميل، ولازم كوكا يفضل في الملعب وما يطلعش منه، لازم احمد نبيل كوكا ياخد فرصه تاني في ظل رجوع حمدي عادي، في ظل رجوع ديانج مفيش مشكله، في عز رجوع عمرو السوليه ايه المانع، لازم كوكا يفضل موجود، شخصيه اهلي، لعيب اهلي، مجهود كبير وبيلعب بشماله. احمد نبيل كوكا لعيب كبير. بالمناسبه كمان كنت مبسوط من تهديف حسام حسن، حتى ولو لم يتم احتساب الهدف، لكنه فكره انه بدا يلعب ويحط رجله في الملعب ده شيء بالنسبه لي مبهج وجميل. سامي قمصان لعب على الحته النفسيه بشكل كبير وشاطر فيها، انه خلى كل اللعيبه اللي ما كانتش بتلعب مع بيتسو موسيماني تلعب، ولاول مره من فتره الثلاثي اللي تحت راس الحربه كلهم يسجلوا، شحات سجل، طهر سجل، عبد القادر سجل، وان شاء الله شريف وحسام حسن جايه في السكه. محمد محمود هيبدا واحده واحده يخش في المباريات، واحده واحده يجيب نفس، واحده واحده يجيب لياقه المباريات، لانه مكسب كبير جدا 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 لو رجع لفورمته. ولكن توقعاتي الشخصيه ان محمد محمود قد يرحل الموسم الجاي على سبيل الاعاره لاي فرقه من الفرق، فيوتشر، انبي، اي مكان يستفيد منه احتكاك، يستفيد منه كوره في الملعب زي ما نيدفيد عمل بالظبط، وبامر الله نيدفيد عاجلا ام اجلا لازم يرجع النادي الاهلي. الى ان ياتي هذا الميعاد برجوع نيدفيد، عايز اقول معلومه او اقول رايي في حته معينه واتمنى الناس تفهمها صح. اتمنى ان سامي قمصان يفضل هو المساعد للمدير الفني اللي جاي.
يفضل المساعد المدير الفني اللي جاي. ثم الخطوة اللي بعدها بعد رحيل المدرب ده بأي شكل من الأشكال وبأي نتيجة من النتائج اللي هيعملها هذا المدرب، سامي قمصان هو يبقى المدير الفني للنادي الأهلي. الأيام بينا ونحاول نحسبها مع بعض واحدة واحدة. كل القريبين من سامي قمصان بيقولوا عليه عبقري وعقلية محترمة ومدرب هيبقى جامد جدا، فاحنا أولى بولادنا. فسامي قمصان أعتقد إنه بعد المدير الفني اللي جاي هيكون دوره هو بإنه يكون الرجل الأول للنادي الأهلي بعد اكتسابه خبرات كبيرة جدا مع بيتسو موسيماني اللي وصل معاه الاثنين نهائي دوري أبطال والتالت وصل وخسره، واخد معاه دوريات، واخد معاه كؤوس، واخد معاه السوبر افريقي، ولاعب كاس عالم انديه. فاعتقد ان بعد الخبره القادمه للمدرب الجاي اذا كان روماني او الماني هيكون اكتسب خبره كبيره جدا تتيح له انه يكون الرجل الاول للنادي الاهلي في الاطار الفني. ده كان كل كلامي عن يوم الاحد او يوم الاربعاء 15/6/2022 اللي زي ما بقول لكم كان يوم لطيف ومبهج جدا، انتهى بفوز الاهلي على ايسترن كومباني برباعيه احرزهم الثلاثي اللي انا قلت عليهم طاهر وحسين الشحات واحمد عبد القادر. ثم الورد مهما دبل هتفضل ريحته فيه الحاوي وليد سليمان. انا بحب وليد سليمان، اللي يعرف وليد سليمان يقول محمد عطيته بيحبك. انا بحبك يا ابو سليم والله. شكرا يا جماعه، نورتونا شرفتونا، معلش طولت عليكم لكنه كان يوم مبهج فلازم الواحد يعمل فيديو مبهج. شكرا جزيلا، الى ان نلتقي، نورتونا شرفتوني، سلام عليكم.